من الملف الإيراني النووي، حيث استؤنفت في فيينا أمس الاثنين محادثات إحياء اتفاق البرنامج النووي لإيران التي أكدت تركيزها على الضمانات والتحقق من رفع العقوبات عنها. وتوقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق في غضون أسابيع، فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن مباحثات اليوم ستتطرق كذلك إلى رفع العقوبات المالية والمصرفية عن طهران. في فيينا، حيث درجة الطقس تحت الصفر، ترتفع حرارة النقاشات حيال الملف النووي الإيراني. أجواء من التفاؤل الحذر داخل هذا الفندق بين وفود التفاوض الذين دشنوا جولتهم الثامنة وسط حالة من الترقب الشديد لمخرجاتها. تحدي كبير تسعى إليه الأطراف من أجل كسر الجمود وإنقاذ ما تبقى من اتفاق عام 2015. استبقته طهران بإعلان رفضها مناقشة أي التزامات خارج الاتفاق، بينما دعتها الدول الأوروبية إلى إحراز تقدم سريع في القضايا العالقة. تقرر اعتبارا من صباح الثلاثاء مناقشة رفع العقوبات والتأكيد على مناقشة المقترحات الإيرانية حول التحقق من رفع العقوبات والضمانات والمسائل المتعلقة بالحظر المالي والمصرفي. تستعجل إيران رفع العقوبة الأمريكية مقابل التزامها بتعهداتها النووية، وتزيد عليها شرطا ثالثا، وهو تثبيت ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق في حال العودة إليه. وبينما تتسارع المباحثات، يبقى عامل الوقت مؤرقا للغرب تحت ضغط التحذيرات الأمريكية من أن الوقت بات ينفد، في ظل تسريبات إعلامية عن سقف أمريكي أبلغته واشنطن إلى عدد من الدول وحددته بما تم فبراير من العام المقبل كموعد نهائي لإنهاء التفاوض. نعمل على مسار متزامن لضمان التزام إيران بالاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها. إذا عملنا بجد خلال الأيام والأسابيع المقبلة فسنصل إلى نتيجة إيجابية، سيكون الأمر شاقا. على مسارين دقيقين تخوض طهران هذه الجولة بثقة أكبر بعد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال مباحثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل لينت موقفها أكثر بتأكيدها عدم ممانعتها دخول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية شرط الحفاظ على سرية المعلومات. كل ذلك لم يبدد شعور الريبة والحذر، خاصة لدى إسرائيل التي توعدت بالتحرك منفردة لمنع إيران من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي. بحسب مراقبين، تظل جولة فيينا التي ستتوقف مؤقتا تزامنا مع أعياد الميلاد آخر محطات التفاوض حول نووي إيران، وفيها تراهن الأطراف كافة على العودة للاتفاق بأقصى قدر من المكاسب وأقل قدر من التنازلات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أو مواقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران. واستبعد بنت في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي إمكانية إبرام اتفاق جيد بين إيران والقوى الكبرى في الظروف الدولية الحالية، مضيفا أن إيران في موقف تفاوضي ضعيف، ولكن المجتمع الدولي يتصرف مع طهران عكس ذلك على حد قوله. وينضم إلينا من فيينا مراسل العربي مكسيم العيسى. مكسيم، صباح الخير. إذا الجولة الثانية دشنت بالأمس بأجواء إيجابية، هل هذه الأجواء مرشحة للاستمرار وما هي أجندة اليوم؟ عم رشيد، صباح الخير. هذا هو التفاؤل الذي تحدثنا عنه يوم أمس. حقيقة تصريحات المنسق العام لاجتماعات اللجنة المشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا يوم أمس، وأيضا تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باكر كني تؤكدان ما يعني حالة التفاؤل أو أجواء التفاؤل التي طغت على الجولة الثامنة. أيضا يعني هناك الآن ربما شبه اتفاق بات واضحا بأن هذه المباحثات يجب أن يكون لها سقف زمني حدد ببضعة أسابيع. وأيضا صرح المندوب الصيني في هذه المباحثات يوم أمس بأنه يمكن التوصل مع إيران إلى اتفاق جيد مع إيران بحلول نهاية فبراير. أيضا إنريكي مورا قال يوم أمس بأنها بضعة أسابيع ولا يعني أشهر، ما يعني أن هناك تقريبا شهرين حتى نهاية فبراير لتتمكن هذه الأطراف المجتمعة في فيينا من الوصول إلى اتفاق
يعني يرضي الجميع. الجانب الإيراني قدم من وجهة نظري طبعا قدم نقاط إيجابية، منها تعهداته لوكالة الطاقة الذرية بالسماح بدخول المفتشين الدوليين لمنشآتها النووية، وأيضا موضوع وضع الكاميرات المراقبة لكن دون أن يتم اختراقها أو التجسس من قبل إسرائيل تحديدا، وأيضا تعهداتها بأنها لن تخصب اليورانيوم بنسبة تفوق عن 60%. هذه هي النقاط التي ترى إيران بأنها نقاط إيجابية منحتها إلى الأطراف المتفاوضة هنا في فيينا، وأيضا تركز يعني إيران على موضوع رفع الحظر تحديدا الذي سيناقش اليوم على أجندات جدول مناقشات اليوم الذي ربما يبدأ بعد قليل، وأيضا موضوع يعني الحصول على ضمانات من هذه الأطراف بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في أي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه. هاتين النقطتين بالإضافة إلى موضوع رفع الحظر عن الصادرات للنفط عن بيع النفط والموضوع الحوالات والمصارف. إذن إيران تقول بأنها واضحة ويعني مطالبها موجودة على الطاولة، الآن بقي أن يعني أن تنقل هذه المطالب إلى الجانب الأمريكي عبر الوساطات الأوروبية، الثلاثي الأوروبي، الترويكا الأوروبي، الألماني، البريطاني، الفرنسي، نعم. وأيضا عبر مندوبي الصين والروسيا ومناقشته مع الجانب الأمريكي. نلاحظ أيضا خلال هذه الجولة كان أيضا هناك يعني موقف إسرائيلي ألين لنقل من المواقف السابقة، وهو أنهم يريدون الوصول إلى اتفاق مع إيران، والخلاصة حقيقة اتفاق جيد نوعا ما ناقص، يعني افضل من ان لا يكون هناك اتفاق، وافضل من ان لا يكون هناك يعني عمليه تفاوض هنا في فيينا واتفاق نووي مع ايران. نعم، ونحن سنبقى على التواصل معك في نشراتنا اللاحقه للوقوف على مخرجات هذا اليوم. ماكسيم، اشكرك جزيل الشكر، مراسلنا من فيينا ماكسيم العيسى.